غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون لنا نورنا واغفر لنا تكبير تكبير إنك على كل شيء قدير يا أيها
أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا الله توبة نصوحا عسى ربكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
قديرة. سبحان الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب